عودة خدمة إنترنت الهاتف المحمول بعد أسبوع من انقطاع الخدمة في كافة أنحاء البلاد. اختلاف في آراء الشارع الموريتاني بشأن جدوائية تعليق الخدمة كإجراء لمواجهة أحداث الشغب الأخيرة. قطع خدمة الشبكة العنكبوتية يرى بعض المواطنين أنها خطوة مهمة في الحد من الشائعات وتضليل الرأي العام والتحريض على العنف وخطاب الكراهية. والإنترنت وأنا بعد بالنسبة لي صرت هم اللي في الانفلات الأمني ما فيها مصلحة الموريتانيين، به اللي خارجين صور انتقلونا من السودان قصف معدل في السودان عادوا ينتقلوا هنا لأنهم في موريتان، ولكن كذب مادة ما عندها مصداقية، ما يلتها تستعمل الإنترنت واضح، ولأني بعد مطبل للدولة ولا هذا النوع قال الحقائق قال أن القاش لا يقول شيء في الإنترنت يعود عارف الكلمات اللي يقول شنو هو يعود عارف ما اللي ينقل للمواطن شنو هو والله المتلقي العام. نتكلم عن قضية هذه الإنترنت ما يهم للشباب لأن يعني يوخذ فيها مو مهم، أكثر سلبيات عليها من إيجابيات وانقطاعها مو مهم، هو حد يشقر شيء لا في شيء نافع. بينما يؤكد آخرون أن وقف خدمة الإنترنت لا مبرر له، فهي بحسبهم خدمة تتوقف عليها حياة المواطنين وتمكنهم من الاتصال بذويهم خاصة في خارج البلاد، كما أنها مهمة في المعاملات الاقتصادية الرقمية. كنا في الشوم يلا ما يلا تقطع عن المواطن بيل المواطن هي شغلته هي همته ويشتغل عليها، والعالم المواطنين جابرين شلة من هذه كونكسيون من تنقطع عنهم ما تاو جابرين شيء. بالنسبة كثير مستخدمين هذه الانترنت استخدموها لا في هذه المعاملات، خصوصا المعاملات بين عن طريق الواتساب وعن طريق هذه وسائل الاتصالات وصبحة ضرورية للمجتمع. وكانت السلطات الموريتانية عادت منتصف ليل الأربعاء خدمة الإنترنت للهواتف المحمولة، وذلك بعد أسبوع من قطعها عقب احتجاجات في العاصمة نواكشوط ومدن أخرى شمال وجنوب البلاد. وقطعت السلطات خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة فجر الأربعاء الماضي، وذلك إثر تمدد الاحتجاجات التي بدأت الاثنين في نواكشوط بعد وفاة الشاب عمر جوب إثر توقيفه من طرف الشرطة، وامتدت المظاهرات إلى مدن واديبو وزويلات شمال البلاد وروسو وبوغا وأمبان وبابابي وكيهيدي جنوب البلاد.